وزارة الرياضة تقرر محاسبة الاتحادات المقصرة في أولمبياد الشباب الأخيرة بالصين. وفد صيني يزور وزارة الرياضة لبحث إنشاء استادات عالمية في مصر. خالد عبد العزيز يؤكد أنه سيتخذ قرارا بحل اتحاد الكرة إذا صدر حكما قضائي بذلك. المنتخب الوطني يعود للقاهرة بعد الفوز على كينيا وديا بهدف نظيف في أسوان. شوقي غريب يبدي رضاه عن ودية كينيا. منتخب الشباب في مهمة صعبة الليلة أمام الكونغو بالإسكندرية في تصفيات أمم إفريقيا 2015. المنتخب الأولمبي يطير إلى المغرب لبدء معسكر خارجي، وعمرو وردة يتخلف بسبب التجنيد. الأهلي يطلب مقابلة رئيس الوزراء لبحث إنشاء فروع للنادي بالمحافظات. الأهلي يحدد 18 من سبتمبر موعدا للسفر للكاميرون وإبراهيم الكفراوي رئيسا للبعثة. والجمعة يتراجع عن السفر إلى الكاميرون قبل بعثة الأهلي. الأهلي يكافئ أحمد أكرم على ذهبية أولمبياد الصين. الزمالك يقدم لاعبيه الجدد في مؤتمر صحفي بميت عقبة. فشل إقامة معسكر الزمالك بالإمارات، والفريق يعسكر بالقاهرة استعدادا للسوبر المحلي أمام الأهلي. الزمالك يتمسك بضم طارق حامد من سموحة. لجنة من وزارة الرياضة بالزمالك لاستلام ملاعب الناشئين الاثنين. المقاصة يبدأ اليوم معسكره المغلق بالإسماعيلية. المصري يضم أحمد سمير لمدة موسما واحدا. البرازيلي ريكاردو يعود من بلاده ويقود الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد. حسن شحاتة في القاهرة بعد التأهل بالدفاع لدور 16 لكأس المغرب. منتخب الطائرة ينهي استعداداته لبدء منافسات بطولة العالم غدا ببولندا أمام الصين. منتخب السلة يواجه إسبانيا الليلة في كأس العالم بعد الخسارة من صربيا بنتيجة 64-85. لشبونة يصطدم ببنفيكا الليلة بدون شيكابالا ورامي ربيعة في الجولة الثالثة للدوري البرتغالي. ريال مدريد يواجه سوسيداد، وبرشلونة يتسلح بالتاريخ اليوم أمام فياريال في الدوري الإسباني. أتلتيكو مدريد يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني أمام إيبار بهدفين مقابل هدف. بايرن ميونخ يتعثر ويتعادل 1-1 أمام شالكا في الدوري الألماني. ميلان يصطدم بلاتسيو الليلة في الدوري الإيطالي، وروما يستهل مشواره بثنائية في فيرنتينا. مورينيو ينتقد أداء تشيلسي رغم الفوز على إيفرتون بستة أهداف مقابل 3. التشيكية بيترا كيفيتوفا بطلة ويمبلدون تودع أمريكا المفتوحة للتنس أمام كورينيتش.